السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حبايبي طلاب تالتة ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم حلقة جميلة هنشرح فيها قصة بتاعة تالتة ثانوي. ممكن أعرف إيه هي يا مستر اسم القصة بتاعتنا السنة دي؟ ويا ترى هي صعبة ولا لأ؟ القصة السنة دي اسمها The Prisoner of Zenda، يعني سجين زندا. هي قصة سهلة مفيش فيها حاجة، كل اللي محتاج منك انك تركز قوي في التفاصيل، لان الامتحان السنة دي جاي على هيئة مالتي تشويسز اختيارات، فلازم تركز عشان الاسئلة حتى الايسي كويستشنز جاي على هيئة كريتيكال ثينكينج، يعني رأيك انت تفكيرك الخاص، فده محتاج منك تركز في التفاصيل. تعال نبدأ مع بعض الشرح، ولو عندك سؤال ابقى اسأله. قبل ما نعرف أحداث القصة اللي هتدور لازم نعرف حاجة مهمة، إن الكاتب بتاعنا بيتكلم على إن في دولتين هيتحصل القصة ما بينهم. أول حاجة إنجلاند، وفي دولة تانية اسمها روريتانيا. روريتانيا عبارة عن بلد وهمية في وسط أوروبا. الكاتب بيقول إن بلد روريتانيا فيها عيلة، العيلة الحاكمة اسمها عيلة إلفبيرغس. عيلة إرف بيركس هي العيلة الحاكمة لبلد روتانيا. وفي عندنا عيلة في إنجلند اسمها عيلة رازندلز. عيلة رازندلز هي عبارة عن they are a wealthy family، عائلة ثرية، and they have a high position in society. طب إيه اللم الشامع المغربي؟ إيه العلاقة بين العيلتين؟ العلاقة إن in 1733 في عام 1733 Countess Amelia Rasendahl got married to one of Elfbergs. السيدة أو الكونتس أميليا رازندل اتجوزت واحد من عائلة إلفبرغ عام 1733. القصة بتاعتنا بتحصل في عام 1890، في عام 1890. يا ترى إيه بقى العلاقة وإيه القصة؟ بص معانا كده وإنت هتعرف. عفوا، نكمل مع بعض القصة. القصة بتقول إن في واحد اسمه رودولف راسندل وواحد تاني اسمه رودولف إلفبرغ فيف. دول عبارة عن علاقتهم ببعض ان هما كازنز. كازنز ليه؟ لان رودولف إلفبرغ فيف هو حفيد كونتس أميليا، هي واللي اتجوزته من عيلة إلفبرغ للعيلة الحاكمة للروتانيا. اما رودولف راسندل يعتبر كونتس أميليا الجريت انت بتاعته، يبقى العلاقة بين اتنين ان هما كازنز. المشكلة ان they look like an identical twins، يشبهوا التوأم المتطابق، التوأم المتماثل. ايه المتشابه بينهم؟ they both have red hair and they both have a straight nose and long straight nose and also they have the same character in some ways. عايز تتابع معانا القصة؟ تابع الحلقة اللي جاية، هنبدأ شرح chapter 1. النهاردة كانت مقدمة للقصة، قلنا فيها العلاقة بين العيلتين، وعرفتك على الدولتين، وعرفتك كمان ان في واحد اسمه رودولف راسندل واحد اسمه رودولف إلفبرغ. سريعا هقول لك معلومة كمان، رودولف إلفبرغ اللي هيبقى ملك روتانيا هيتعرض لمؤامرة هيكون السبب في نجاته رودولف راسندل. لو عجبك الفيديو دوس لايك، اشترك في القناة عشان كل يوم هنزل لك شابتر جديد. انسى الدروس وانسى وجع القلب وركز مع الجوهري شانل. مع الجوهري انت دايما في امان. فعل الجرس واوعى تنسى تشترك في القناة.